ميرسي يا سالم بيه، ألف شكر. ما تقلقش مفيش حاجة اتغيرت، ده كان دروب بسيط كده وعد خلاص، لكن الخريطة زي ما هي ما اتغيرتش. أوكي، مع السلامة. مفيش حاجة اتغيرت يا أستاذ أنور، كمل شغلك، بس شوف لي تصوير المسلسل وقف ليه النهاردة. لا دي حاجة هايفة سعادتك، كانوا بس بيجيبوا مهندس صوت جديد بدل اللي مشي، والأستاذ منتصر خلص الموضوع. شاطر قوي المؤلف بتاعكو ده، كمان شوية هيشتغل في الإنتاج معانا. هيحصل يا فندم بعد إذنك. اتفضل. خير يا عادل، كنت عايزني في إيه؟ بصراحة يا هانم أنا ما بقتش فاهم حاجة، وخصوصا بعد المكالمة بتاعت دلوقتي. مالها المكالمة؟ يعني حضرتك بتقولي للراجل إن خريطة الإعلانات زي ما هي وما فيهاش أي تغيير. مظبوط. إزاي؟ ومازن حلقته بكرة مش هتتعرض ولسه ما جهزناش بديل. مين قال لك إن حلقة مازن مش هتتعرض؟ أنا قابلته النهاردة وقال إن هو هيسيب القناة وهيمضي مع جاردينيا، حضرتك وافقتي؟ آه جاردينيا، وأنت صدقت لعب العيال ده؟ لعب العيال؟ ليه هو حضرتك؟ بقول لك إيه، أنا مش فاضية، أنا ورايا مليون حاجة. ولعلمك بقى، صاحبك هيعمل حرقة بكرة، وكمان هيكمل البروجرام لحد ما أنا أقول له كفاية، ومش هيخرج بره القناة إلا لما أنا أقول له مع السلامة. أمال ليه هو بيقول لي الكلام ده؟ هو مش قال لك الكلام ده النهاردة الصبح؟ آه، وقال لي هروح البيت أنام عشان عندي ميعاد مع شاهين ده على الساعة 9 بالليل. خلاص سيبه ينام علشان هيصحى على كابوس. مازن عبد الحميد السيد شرف، أعلى بكتير قوي من مازن فؤاد، ولايق على تاريخك المشرف. أظن كده الرسالة وصلت هناك، ولو عايز نزيح نزيح في نفس ميعاد الحلقة بتاعتك لو سيادتك ما قدمتهاش. وسلام مربع لشاهين دهانة وللسنيورة الحلوة بتاعتك.